الاحتياج اللي موجود عند الإنسان من يوم ما بتتولد لحد نهاية حياته، الاحتياج إنه يتشاف ويتسمع ويتفهم. وغالباً الاحتياج ده بيبقى هو المحرك ل90% من تصرفاته أصلاً في الحياة. التواصل ببساطة هي كلمة السر في أي علاقة بين اتنين على كوكب الأرض. لو موجود اضمن أن العلاقة دي هتنجح مهما كانت المعوقات، ولو غاب اضمن أن العلاقة دي معرضة للفشل مهما كانت وتوفرت كل أسباب النجاح. مرحب في شغل عالي. احنا دايما في البرنامج هنا بنقول اننا بنقضي تلت حياتنا في الشغل، ونص نجاح الشغل في جملة او كلمة اسمها التواصل. اعتقد ان كتير مننا مش بس يقدر يتخيل، لكن كمان يقدر يفتكر كم المشاكل اللي موجودة في سوق العمل واللي سببها اصلا مشاكل في التواصل. من اول يوم الانترفيو بتاع سيادتك لحد ما تمشي بالسلامة من شغلك، أنت محاط بكل الفرص أنك تتواصل أفضل وتحقق نتائج أفضل، أو أنك تتواصل أقل أو غلط فتحقق نتائج ضعيفة. السؤال اللي أنا عايزة أسأله، وأنا عارفة أن احنا هنا عندنا يعني جمهور من الخبراء والشاطرين، يعني إيه تواصل؟ يعني لو اتقالت قدامك كلمة تواصل يعني إيه؟ أن احنا يبقى عندنا فكرة مشترك وعارفين نفهم بعض، وعارفين كل واحد عنده مسج معينة عارف يوصلها للتاني، وعارفين نتفق على رأي معين. حلو قوي. ما عدا كلمة نتفق، ممكن يبقى عندي رسالة واللي قدامي يفهمها، ده بالظبط أو قريب جدا من معنى التواصل. حتى لو ما اتفقناش ده تواصل. حضرتك كنت عايز تقول لنا حاجة. يعني عناصر التواصل هو مرسل ومستقبل ورسالة والفيدباك، التغذية العكسية. أهم حاجة في طريقة التواصل أنا بوصل رسالتي إزاي. يعني تفرق قوي حتى لو أنا بعاتب الشخص اللي قدامي، إن أقوله أنت زعلتني، غير إن أنا أقوله أنا زعلت منك. أنا زعلت منك ده تعبير عن مشاعري. أنت زعلتني ده اتهام. أصبع المدرس ده مشكلة. يعني حتى في لغة الجسد مهمة جدا في التواصل. المهم إحنا الاتنين نطلع كسبانين، مش لازم نتفق زي ما حضرتك بتقولي، لكن إحنا الاتنين عبرنا عن وجهة نظرنا، سمعنا بعض صح، فطلعنا بنتيجة تفيدنا. موافقة جدا. ايه رأيك؟ ان اكون شخص اجتماعي جدا، بحس ان انا اعرف اتعامل مع جميع الطبقات، اعرف اتعامل مع اي شخص ايا كان من اي طبقة. بحس ان انا لما اكون اجتماعي اصلا هعرف اتعامل مع ايا كان، هعرف اقنع واقتنع بنفس الوقت، لان انا كده كده في الحالتين اجتماعي اصلا. تخيل ان اللي بيسمعك كويس ده شاطر قوي في التواصل، مش لازم اللي بيتكلم كويس. قادرين تفهموا قصدي؟ في حاجة لذيذة كده ممكن تقرب لنا كمان الفكرة، بس الفكرة أو الأفكار اللي انتوا قلتوها دي أفكار عظيمة طبعا، لكن التواصل كده كأننا بالظبط كل واحد فينا وإحنا قاعدين مع بعض في مكان واحد، كل واحد فينا مشغل موجة، والموجات دي اسمها أنا FM. المحطة دي بتقول رسائل كتيرة قوي بس بصوت هادي ومش مسموع طول الوقت. الشخص اللي قدامي ده بيقول لي إيه؟ اللي قدامك عمال يطلع منه الكلام ده عايز يقول لي إيه؟ كلامه ده هيفيدني في ايه؟ انا هتصرف معاه ازاي؟ انا غالبا اللي قدامي عمال بيسال الاسئله دي عني طول الوقت، فهو جاهز انه يسمع مني انا عايز اقول ايه، وكلامي هيفيده بايه، وهو كمان رد فعله عليا هيكون ايه. تخيلوا ان حتى رد فعل الشخص اللي قدامي انا مسؤول عنه بجزء من المية، يعني بسبب التواصل. لو عرفت بتصرفاتك تجاوب على الثلاث اسئله الكبار دول، انت غالبا كسبت الشخص ده للابد. فاكرين اول سؤال كده بيقول لي ايه؟ الشخص ده بيقول لي ايه؟ يعني احنا واحنا بنتعامل مع بعض احنا بنبعت اشارات احيانا بجسمنا، بيسموها لغه الجسد، بتقول كلام اكتر بكتير من اللي لساننا بيقوله. طريقه وقفتك، سرعه مشيتك بتقول حاجات عن شخصيتك، عينك اللي لازم تبقى حاسمه وانت بتكلم حد، لما تسلم على حد لازم تكون ايدك مش شدة قوي ومش خفيفة قوي. كل حاجة
احنا بنبعتها للطرف الثاني جواها رسائل بتوصل له على محطه الانا اف ام بتاعته. السؤال الثاني، كلامه هيفيدني في ايه؟ صوتك مهم جدا، نبره صوتك تحديدا. حد اتعامل مع بنت رقيقه بتتكلم كده؟ حد اتعامل مع بنت رقيقه بتتكلم كده؟ لكن الحقيقه انه احنا بنعتقد كده ان احنا بنقدم، يعني بنقدم حاجه ايجابيه ان انا رقيقه وبتكسف يعني، بس الحقيقه ان دي واحده من مشكلات التواصل عند البنات تحديدا، الصوت الواطي زياده. وعكسها كمان لما البنت يبقى صوتها مزعج جدا بنحس ايه؟ مش لايق، صح؟ انا هسال الشباب، لايق؟ بتحب يعني؟ نعم، مش ماشي. فببساطة جدا حتى نبرة صوتك، الصوت العالي زيادة في محيط العمل، دي من الحاجات اللي بتقول رسائل سلبية عني. سرعة الكلام، لو حد كلم كده هتعمل ايه؟ هننام. لا، من غير عنف أرجوك، في الغالب هننام. سرعة الكلام ووضوح الألفاظ، عشان كده في علم اللغة، في كل لغة بنتعلمها في حاجة اسمها الصوتيات، الفوناتكس، أنا محتاج إن ألفاظي تبقى واضحة. السؤال الثالث، لأن موضوع التواصل ده طويل جدا، بيطلع من الموجة بتاعة الشخص اللي قدامي سؤال كبير اسمه أنا هتصرف معاه إزاي؟ هتعامل مع الشخص ده إزاي؟ ليه بيحصل كده؟ غالبا إحنا مسؤولين عن ردود أفعال الناس، يعني أعتقد إن ده سر عظيم. لما ساعات حد يقول لك إيه؟ أنا عايز الناس تحترمني، مطلوب منه يعمل ايه عشان الناس تحترمه؟ يحترمهم بس، يحترم نفسه، او يحترم نفسه. الشخص اللي بيحترم نفسه يعني ايه برضه؟ يبقى عامل حدود لنفسه، ايوه، علشان اللي قدامه ما ياخدش عليه، فبالتالي اللي قدامه هيحترمه. حلو جدا، يعني احنا بنقدر نخلي الشخص يحترمني او العكس بشويه مهارات، صح؟ مهارات ليها علاقه بمثلا، يعني لو انا شخص ملتزم دايما بمواعيدي محدش هيسمعني لا مؤاخذة كلمتين، صح؟ لو أنا شخص جد في حياتي أو في سلوكي في الشغل، في حد هيهزر معايا زيادة؟ صعب، غالباً لا. طريقة الكلام بتاعتي بتقدر تحدد بشكل كبير قوي الشخص اللي قدامي هيتجاوز ولا لا. بفرح قوي لما بنت تقولي أنا لو اتحطيت في أي مكان أنا بقدر أكسب احترام الناس اللي قدامي، أنا متخافش عليا، صح؟ البنات عارفين الحكاية دي ليه؟ أنا عارف إن أنا ببعت رسائل للناس اللي قدامي، وبالتالي بتكون ردود أفعالهم عليا بنفس الشكل تقريبا. ده طبعا مع الأشخاص العاديين، يعني وارد جدا إنك تلاقي ناس برا القاعدة دي أو ناس تتجاوز كل أصول وأعراف التواصل. التواصل بقى كل يوم ليه آلاف التطبيقات في كل حتة، في الشارع، في وسط الناس، وحتى على أجهزة الموبايل. في محيط العمل في لستة من الكوارث بتحصل كل يوم، وغالبا هي 90% منها اختراع كده اسمه التواصل او غياب التواصل. من اول يوم الانترفيو زي ما اتفقنا لحد ما بتمشي من شغلك، في شويه كوارث الناس بتعملها وهي مش واخده بالها ان هي عندها مشكله حقيقيه بس في التواصل. اكتر كارثه بتحصل في الانترفيو ايه تفتكروا؟ ممكن بيحصل في الانترفيو الشخص اللي داخل متوتر، يعني كمان ما بيعرفش يتواصل بالعين مثلا، ان انت مفروض بتبص للشخص في عينه وانت بتكلمه، فده بيخلي اللي قدامك بياخد فكره عنك مثلا ان انت مش، يعني انت كده مش كويس بالنسبه لي، او ما عندكش خبره او حاجه زي كده، فده بيخلي في رفض، فطبعا الشخص بيطلع محبط يعني. بس عايزه اقول لك انه الشخص اللي انت بتحكي عنه ده على الاقل راح وكان موجود في ميعاده، وهنفترض ان كان مظهره مناسب وغلط شويه غلطات بسيطه دي تغتفر. لكن واحدة من الغلطات اللي بتحط أكس على سيفيهات ناس كتير حتى لو كانوا محترفين هو إنه مثلاً، ها هتقولها؟ ممكن مثلاً إن هو يكون عشوائي في تصرفات كتير، مثلاً زي ستايل لبسه مش مناسب لظرف الانترفيو، الميعاد اللي هو جي فيه مثلاً جي متأخر، شكراً، حاجات تانية بقى، أو ما جاش خالص، ممكن تحصل كتير قوي. لو تعرفوا حد من اصحاب الشركات هيقول لك احنا بندي مواعيد للانترفيو لعشر اشخاص، اتنين بيعتذروا وتمانية ما بيجوش، لا هو خلاص، او اتنين بيعتذروا وستة ما بيجوش واتنين هم بس اللي بيجوا. الغياب او النو شو اللي بيسموها كده، دي واحده من كوارث التواصل في بيئه العمل. مهما كان الوضع اعتذر،
أقول أنا مش هقدر أعمل كذا، أنا مش هقدر أشترك في كذا. نفس الكلام بينطبق على يوم الاستقالة. الاستقالة اللي بالواتساب أو الاختفاء الفجأة دي ممكن يتكتب عنك ريبورت لذيذ كده لو في الشركات المالتي ناشنال، تخلي الشخص ده يبقى صعب جدا يتقبل في أي مؤسسة بتحترم طرق وأساسيات التواصل. بين الانترفيو والاستقالة في آلاف الحاجات، يمكن الوقت ما يكفيش نحكيها، بس على الأقل احنا بنفكر مع بعض في طرق نحسن أدائنا في محيط العمل عشان نقدر ننافس مش بس في المستوى المحلي، لكن أظن كده ان احنا نقدر ننافس على مستويات أكبر. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عادي. مين فينا ما تسألش هو صغير نفسك تطلع ايه؟ وبكل براءة بترد نفسي اطلع طيار او مهندس او دكتور وغيره. بس الحقيقة واحنا صغيرين ما كانش عندنا اي تفاصيل عن كل الشغلانات دي، الا ان اختياراتنا كانت بتعتمد على النموذج في كل مهنة، وبناء عليها بنختارها كوظيفة للمستقبل. حب او كره اي شغلانة بيفضل معانا حتى لما نكبر. على سبيل المثال لو اتكلمنا على الإعلام، يسعدنا أقولك إن المتحكم في معادلة الحب أو الكره هو المذيع. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم. لأنه النموذج اللي أول ما نفتح التلفزيون هنلاقيه في وشنا، بينقلك الخبر ويفهمك ويوعيك وينبهك. بس كل ده ملوش لازمة لو سمعته إنه فاسد أو قتل قتل على سبيل المثال. هذا أيها السيد المشاهد، حسبي الله ونعم الوكيل. زي ولا سوزا، مذيع برازيلي مشهور كان بيقدم برنامج عن جرائم القتل والتحقيقات لمدة 30 سنة. من كتر الجرائم اللي بيعرضها ومدى فظاعتها أصبح البرنامج الأكثر شعبية في البرازيل لحد سنة 2009. في السنة دي الشرطة اكتشفت إن والاس علشان يبقى مذيع مشهور كان بيدبر وينفذ جرائم القتل، ومن ناحية تانية بياخد الكاميرا ويروح يصورها علشان يوصل لك صورة إنه أجمد مذيع ممكن تشوفه. وزي ما في ولا سوزا، زي ما في نماذج كتير كويسة زي الأسطورة العالمية أوبرا وينفري. وهنا مش هقولك عن مهاراتها كمذيعة، لكن هكلمك عن كم الإسهامات اللي عملتها بعيدا عن كونها مذيعة. يلا من الأول. في النهاية سبب كرهك أو حبك للإعلام هو الصورة الذهنية اللي اترسمت في بالك عن المذيعة، النموذج اللي سمعته أو شفته وكان سبب في تكوين موقفك عن المهنة دي والإعلام ككل. وهتفضل مهنة المذيع زيها زي أي مهنة فيها نقدين، ما بين والاس سوزا واحد بيعمل جرائم عشان يحقق فيها عشان يعمل أكشن وسسبنس، وما بين واحدة مثلا زي أوبرا وينفري اللي حققت إسهامات عظيمة في مجتمعها وفي بلدها الأم وفضلت نموذج للمهنة دي على مدار أجيال متعاقبة. هاخدكم دلوقتي نعمل حوار مع واحد من كبارات الشغلانة.